هنا في تقسيم المقدمة التسمية ذكر لهذه الصورة خمس تسميات. التسمية الأولى صورة النحل، وهذه التسمية المثبتة في المصاحف وهي المشهورة على الألسن، ومشتقة من تكرار كلمة الناس في هذه السورة القرآنية الكريمة، والأمر واضح. التسمية الثانية هي الطريقة التي اعتمدها الشريف الرضي كما قلنا مرارا رحمه الله اعتمدها، وهي السورة التي ذكر فيها الناس، هكذا يسمي الشريف الرضي السورة، يقول السورة التي ذكر فيها الناس. التسمية الثالثة هي تسمية مشتركة بين هذه السورة وسورة الفلق المعوذتان، وتحدثنا عن هذه التسمية عندما تكلمنا عن سورة الفلق بالتفصيل. التسمية الرابعة وهي التسمية المشهورة في ألسنة الروايات المروية عن الرسول وأهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهي تسمية السورة بمطلعها، يعني ماذا نقول؟ اسمها سورة قل أعوذ برب الناس، هكذا السائد في الروايات هكذا، سورة قل أعوذ برب الناس. والتسمية الخامسة تسمية محدثة أخدمها المستشرقون، وهي سائدة بين كثير من المستشرقين، تسمية السور بالأرقام. والآن بدأت هذه التسمية تأتي إلينا موجودة عند بعض الكتاب الآن، مثلا وفي السورة رقم 114 يسمي السورة برقمها ولا يسميها باسمها. على أي حال هذا مجرد مواضعة، سبق في ربما قبل عامين أن تحدثنا هل أسماء السور تعبدية أو ليست بتعبدية، وقلنا بأن أسماء السور ليست تعبدية وإنما هي اجتهادات من علماء المسلمين على ما هو الرأي المعروف في ذلك. المقدمة